ايمن وينك؟ ايمن وينك؟ هاني مو احترمك واعزك واحبك وتمك لاخويا وافرح نجاحاتك مو متفقين؟ ايش عندك تريد تاخذ فهد وتسهر؟ والله امان يا زين ليش تاخذه؟ ليش تاخذه تسهر؟ ما اعرف الا هذا الشخص الوحيد ما عندك حجه عليه. انا ما عندي مضمون اكيد والله امي تقول تزوج زوجي ما ادري ما ادري وانت قيسي تذبني ليش؟ دواكم فرح العرب لا كابتن وين تاخذه وياك؟ يلا وين ماخذه؟ شكو قطر؟ خط احمر ناخذه كل شكو قطر؟ ها؟ كل شكو قطر؟ شكو قطر اليوم ماخذ كل شكو قطر كمان بس هاي بس بعد تشوف هاي وضعيه بعد فقر مسوي لي كلكم تباعون علي هيك هسه نروح لو لا انت راضي يروح يسلم على اللاعبين يسلم على اللاعبين مو انت عمي وراك لعبه العالم تنتظر هو يسلم على اللاعبين هاي المراجيح لهنا هاك مراجيح هنا والله وقت واحد وباع صير يرجع يعني احنا هاي كومه زلم ايه يترجوج ابدا شنو وضعك اخر شيء جبت لي ايمن يعني لو تلزمني وني بتوجعني ما عندي شيء تقدمي انا لا زين هسه مو قلت لك اختاري لي واحد من هالشباب حتى انا عمي جلال خوش ولد ولا جلال فهد نوري خوش ولد عمي اخذيه ما اريده هاي شنو هاي ما اريده اي هاي المرحله اريدك توصل لي احسن دائما احسن عندك هاي اغنيه شلون مال عليك ايش ما ادري شنو يا شامت شلون هاي مال يا شامت شلون يا شامت ما حفظه هاي مال منتخب اليوم كان ناخذ لا لا ما شامت اي اكفى شيء شامت اي شيء يجيب بالك على شامت ترى حبيبي حبيبي بس هم باعي توسط لي ايمن حسين ولا توسط لي بس باعي ايمن ورا لعبه ايش عنده طالع بهالليل بس خليني اقول لك اي في المنتخب هسه احنا هذا عمد الفيديو ينزل يلا قولي ترى هذا الحكي يعني شقة هو شقة ليش على بالك صدق بالليل هو شقة طبعا ده الشقة اي ترى الشقة يلا حبيبي دير بالك على نفسك يا عمري دير بالك على روحك تعال وين رايح؟ يلا نعم بك